Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Es-sada ve rüesa el-hükümet ve el-müfedine, uhayyikum min halisi kalbi bi kulli takdir. Rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün bizleri Riyad'da bir araya getiren el-yevm Hadimul Haramayn Eşkuru Hadim el-Haramayn Eş-Şerifeyn Melik el-Memleke el-Arabiye Es-Suudiye Ahi el-Melik Selman bin Abdülaziz ve Veli'l-Ahd el-Emir Muhammed bin Selman ala tevdili subuhi li tahkiki hazel içtima al-yevm fi hazel kimme kama eşkurukum ikhvani ala el-müşarike fi hazel el-kimme içtima'una hazel يأتي أسأل الله وأتمنى أن يعود بالخير على إخواننا الفلسطينيين الذين تجمعنا لأجلهم اليوم في فلسطين لتسجيل هذا الموقف. نجتمع هنا لنظهر تضامننا بشكل واضح جدا. رسالة التضامن الواضحة هذه سندعمها بالخطوات والمساعي العملية التي تتبعها منذ 7 أكتوبر، فإن ما يشهد في غزة ورام الله تعجز الكلمات عن وصفه. المستشفيات والمعابد والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف تقصف، بل وحتى النازحون إلى المناطق التي يقال أنها آمنة يقتلون، وغير ذلك من البربرية التي لا نظير لها في التاريخ. ممرات المستشفيات ترص فيها أجساد وجثث الأطفال، يقف إلى جانبهم وترص إلى جوانبهم جثث أمهاتهم وأبائهم الذين لم يشبعوا حتى من احتضان أطفالهم، فضلا عن الآباء الذين ينظرون هنا وهناك يبحثون عن أطفالهم وذويهم. حيوات كثيرة وأعمار كثيرة وكثير من الأبرياء قتلوا، كل واحد منهم شاهد بمفرده على ما حدث. القوات الإسرائيلية أخذت انتقامها وطلبت ثأرها لما حدث في 7 أكتوبر، والذي لم يرى كثير منا أن ذلك صوابا. طلبت القوات الإسرائيلية انتقامهم وثأرت من الأطفال. لا يمكن أن نضع الطرفين على كفة. القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال إذ تهاجم، فإن إخواننا في الضفة الغربية أيضا يتضررون منه. وفق الأمم المتحدة فإن عدد الذين قتلوا من الفلسطينيين الذين يقارب عددهم 12,000 من الفلسطينيين، 73,000 بالمئة منهم من النساء والأطفال. هذا أمر لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال. أولئك الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والحريات من الدول الغربية يلتزمون الصمت حيال المجازر في فلسطين. هذا أمر مخجل بحق. ما يقارب 12,000 من البشر قتلوا في غزة، ما يقارب غزة بالكامل. غزة بالكامل تقريبا دمرت، لكن هذه الدول لا تطالب إسرائيل حتى بوقف إطلاق النار. في واقعة شارلي هيبدو التي قتل فيها في الانفجار عدد، تجمع رؤساء الدول وزعماؤها في تلك الواقعة. لكن اليوم يقتل 12,000 ونيف من البشر، لكن لا ينبسون ببنت شفة حتى. هذا ليس عجزا وحسب، بل هو جبن وانعدام للضمير. من يسكتون حيال الظلم هم شركاء في الدم، كما ويتحملون مسؤولية كما يتحمل مسؤوليتها القتلة أنفسهم. الولايات المتحدة والدول الغربية فدوا مصالحهم لإرضاء مآرب إسرائيل. قرار الأمم المتحدة الذي صدر في الأمم المتحدة بشأن إسرائيل أظهر مرة أخرى كيف أن ذلك الجانب بات محيدا. في أنحاء العالم كلها تتعالى الأصوات ضد مجازر إسرائيل، وهذا أمر يبعث فينا الأمل في الضمير العالمي.
الإدارات التي تدعم إسرائيل ننتظر منها أن تصغي بأسماعها إلى أصوات الضمير العالمي. إخواني، العالم الإسلامي هذه المرة بشكل مختلف عن الأزمات الأخرى يتحرك وأظهر موقفا متحدا أكثر لإيقاف الاشتباكات ولإيصال المساعدات الإنسانية. سعينا ودول أخرى سعت، أهنئهم بهذه المناسبة وأشكرهم. ضمن التنسيق مع إخواننا في مصر، فإن أرسلنا مساعدات إنسانية ملء 10 طائرات أرسلناها إلى مطار العريش، وأمس 666 طن كان حجم المساعدات التي أرسلناها عبر سفينتها المدنية التي خرجت في طريقها أمس وستصل إلى العريش. مرضى السرطان والأطفال والجرحى لأجل علاجهم نواصل مساعينا. في 15 من نوفمبر وبرعاية من عقيلتي وبمشاركة من عقيلات الزعماء والقادة في إسطنبول سيعقد اجتماع بدأنا تحضيراته بالفعل. في المرحلة التي وصلنا إليها أولوياتنا هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع. الأمر العاجل ليس وقفا إطلاق النار مؤقتا، بل وقف إطلاق النار دائم. وبهذه المناسبة أستذكر فرانسيس إبرانسكا إذ قالت أن قرار إسرائيل بوقف إطلاق النار المؤقت قرار هازئ وظالم. نحن نرى أن القرار هذا ظالم أيضا بشكل نفسه. وقف إطلاق النار يجب أن يكون بشكل دائم دون انقطاع، كما ويجب توفير المساعدات والوقود إلى الأماكن المهمة ولا سيما المستشفيات. الأمم المتحدة مكتب التنسيق الإنساني في الأمم المتحدة صرح مشبها وقال أن شمال غزة باتت في وضع جهنمي بسبب عدم وصول المساعدات، عبر تقديم الدعم اللازم لإخواننا في مصر. يجب تسهيل السبل لإبقاء معبر رفح مفتوحا. الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية لأن تعاقب وتحاكم علينا أن نبذل جهودنا. لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية يجب أن تقوم بوظيفتها وتحقق في هذا وتقوم بالخطوات اللازمة تجاه المسؤولين عن هذه الجرائم. وبالشكل نفسه يجب التحقيق في مسألة الأسلحة النووية التي أقر بها وزراء إسرائيلين، ويجب التحقيق فيما إذا كان هناك قنابل نووية بمعزل عن رقابة وكالة الطاقة النووية العالمية. هذا أمر لا يتعلق بالمنطقة وحسب، بل أمر يهدد العالم بأسره. موضوع كهذا لا يمكن التغاضي عنه ولا يمكن السماح بذلك. مسألة أخرى مهمة وهي مسألة التعويضات. إسرائيل في كل مرة يزيد من إصرارها وعنادها هو أن مظالمها والأضرار التي تلحقها بالناس في مظالمها هذه لا تلزم بالتعويض عن هذا. إسرائيل التي تتصرف وكأنها الولد المدلل للغرب تلحق أضرارا جسيمة بالأرض والأملاك، يجب إلزامها بتعويض ذلك. وإلى تحقيق ذلك علينا نحن العالم الإسلامي أن نقف إلى جانب إخواننا في فلسطين ولا نتركهم وشأنهم، بل نقف إلى جانبهم. وللنهوض بغزة من جديد وأحيائها، فإننا في منظمة التعاون الإسلامي علينا إنشاء صندوق لذلك. نحن في تركيا مستعدين لتقديم كل دعم للنهوض بغزة، ونود أن نفصح عن موقفنا في هذا بوضوح. هذه الأزمة قضية فلسطين، من المهم أن نحولها إلى فترة للحل.
طالما استمر التغاضي عن قضية فلسطين فإن كل مساعي السلام في المنطقة ستكون عقيمة ودون جدوى. أما الحل الوحيد للسلام فهو رفع المعوقات، وهذا لا يمكن إلا بتأسيس وإنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات الجغرافية المتكاملة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود عام 1967. ما ذكرناه في مؤتمر السلام العالمي الذي ذكرنا أهميته، نرى أن البند الأهم في هذا هو مناقشة هذه المسألة. إن مما لا شك فيه أن هناك احتياج إلى آليات توفر ضمانات واضحة، وفي هذا إطار ولحماية السلام المؤسس أو الذي سيؤسس، فإننا مستعدون لموقف الضمانة وتحقيق السلام ليس للفلسطينيين وحسب، بل لكل المنطقة بما فيها إسرائيل. هذا السلام سيكون الجميع الكاسب منه. إخواني الأعزاء، المسجد الأقصى قبلتنا الأولى، والحرم الشريف الذي هناك لحماية مقدساته يجب أن نكون متيقظين حيال الانتهاكات التي تحدث بحقه. الإسرائيليون من المحتمل جدا أن ينتهزوا هذه الفرصة ليتخذوا خطوات خطيرة بشأن المقدسات، إلى جانب ما يهذون به من مصطلح الأرض الموعودة التي تثبت هذه المخاطر التي أتحدث عنها. كما ذكرنا، القدس هي خطنا الأحمر، القدس هي مدينة السلام كما تعرف، وكل أرض فلسطين والقدس لتصل إلى سابق عهدها، فإن هذا هو غاية أملنا وما نتمناه على الفلسطين، أن يدعوا أسباب الفرقة وراء ظهورهم ويتحدوا ليحافظوا عن حقوقهم أجمعين. كان الله لنا عونا ومعينا. بهذه الأفكار إذ أختتم حديثي، فإني أستذكر بالرحمة من استشهدوا في فلسطين، وأسأل الله الشفاء للجرحى، كما أتمنى أن يعود هذا الاجتماع وهذه القمة على العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء بالخير. أشكركم.